بعد تأهله الصعب لدور ربانيا إيكاس العرش على حساب شباب أطلس خنيفرة، يواصل فريق الوداد البيضاوي بقيادة ابن الدار عبد الرحيم طالب استعداداته لمباراة حصانية أكادير. وتسود تدريبات الفريق البيضاوي جو كبير من التفاؤل لدى اللاعبين والطاقم التقني بتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الذي سيؤكد الانطلاقة الجيدة للقلعة الحمراء هذا الموسم. الحمد لله، حنا تنظن أن وصلنا لهذا الهدف اللي ركزنا عليه من الأول. الفريق الان يعني في السكه الصحيحه من الناحيه البدنيه ومن الناحيه التقنيه وحتى النتائج، لان النتائج كتساعد على اي مدرب باش على الاقل يكون يخدم في ارتياح. وقد خاض الوداد البيضاوي مباراه وديه بحر هذا الاسبوع امام فريق الاتحاد البيضاوي، وانتهت بفوز ابناء طالب بهدفين نظيفين سجلهما كل من فابريس اونداما وتوفيق اجروتن. واستغل الفرصة طالب ليجدد حبه لجمهور فريميجا، مضيفا أنه كان السبب الأول الذي جعله يوقع للوداد البيضاوي قبل أن يناشد هذا الأخير الجماهير الودادية بالعودة إلى المدرجات من أجل تشجيع الفريق في المباريات القادمة. أنا بالطبع جيت للوداد لحقاش كالجمهور، كون كالجمهور الودادي لاعب رقم 12، فكنظن ما فنتمنى منه يرجع للفريق ديالو ويبقى يحب الفريق ديالو كما كنحبوه هنايا منذ الصغر، وما غيكون خير الخير إن شاء الله تسالي. يذكر أن نادي الوداد البيضاوي سيواجه حصانة أكادير بمركب محمد الخامس يوم السبت القادم ابتداء من الساعة 4:30 زوالا، وذلك في إطار منافسة الجولة الثالثة من الدوري المغربي للمحترفين. فريق الوداد بمصير موفق لحدود الساعة في منافسات الدوري المغربي للمحترفين وكأس العرش، يجد نفسه أمام مطالب جماهيره التي تمني النفس بأن يكون هذا الموسم أفضل من سابقه، فهل يكون عبد الرحيم مطالب قادرا على مصالحة جماهيره وإعادة أمجاد الفريق التي غابت منذ سنوات؟ أنا صبار محمد الواحي لموقع الكورة بويمه.